رياضة الجرابلينج رياضة جديدة في بلادنا، لكنها أصبحت منتشرة في قاعاتنا الرياضية. كاميرا الجنوبية سلطت عليها الضوء، وهذا تقرير يلخص كيفية ممارستها ويعطينا فكرة عليها. رياضة الجرابلينج هي رياضة دفاعية انتشرت في أوروبا وأمريكا وآسيا، وتجمع بين المصارعة والجيدو. يعتمد الجرابلينج على قواعد محددة في الدفاع على النفس والإسقاط الأرضي. في السنوات الأخيرة دخلت الرياضة الشعبية هذه إلى تونس، ولأن شهدت الجرابلينج تطور في العالم وأصبحت تنتظم فيها بطولات كبيرة، فإن الإقبال عليها في تونس ما زال متذبذب. فأي مستقبل للجرابلينج في تونس؟ السؤال هذا وغيره من التساؤلات بشأن الجرابلينج يجاوبنا عليهم فتحي الجبل. قبل كل شيء يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم على الاستضافة الحلوة هذه. احنا باش نتحدثوا على زوز حوايج، باش نتحدثوا على شوت فايتينج كرياضة، فنون دفاع ورياض قتال مختلط، وباش نتحدثوا على ما يسمى بالجرابلينج اللي عملنا فيها برشا تربصات توا حاليا في تونس. هات نبداو ساعتنا بالجرابلينج، نعرفوها بالضبط شنو هي. الجرابلينج هي كلمة إنجليزية تعني حرفيا المصارعة، دون لو سونس لارج نتاع المصارعة، هو سي ان تيرم جينيريك كي ديزيني معناها توت لي فورم دو لا لوت، بما في ذلك لي تكنيك نتاع لي بروجيكسيون، لي لوكساسيون، الكونترول، لي سوميسيون، و جونتون بار لا سوميسيون معناها لي تكنيك نتاع لي زيترونغلومون، لي تكنيك دو لوكساسيون وكذا. التكنيك نتاع الجرابلينج هذه نجمو نخدموها الفوق، زوز من الناس يبداو من الفوق وهما هابطين. في الحالة هذه تتسمى ستاند اب جرابلين، كما نجمو نخدموها في السول ديريكت، وفي الحالة هذه تتسمى جراوند فايتينغ. دونك الجرابلينغ هذه بدات في الانتشار ابارتير من لي زاني 90، اذا نحكيو على الجرابلينغ اكتويل معناها اللي قاعده تمشي توا في العالم واللي قاعده تصير فيها اكبر تظاهرات رياضيه موجوده. دونك بدات في لي زاني 90 مع بدات مع لي زاباريسيون تاع لي جروند شامبيونان تاع الفري فايت او ما يسمى حاليا بالام ام اي، الميكست مارشال ارتس ولا فنون قتال مختلط. التطور نتاع رياضة الجرابلينغ مشى اون باراليل مع الرياضة هذيا حتى اللي وصلنا توا، ولات عندنا دي شامبيونان في العالم كبار ياسر نتاع جرابلينغ. على سبيل الذكر مش معناها على سبيل الحصر، كيما لا دي سي سي نتاع ابو ظبي، كيما الرينغز في 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 بلجيكا، كيما برشا دونك بليزيور شامبيونان ما نجمش نقعد نذكر فيهم الكل، مي كيما تي جي سي ان شاء الله في تونس اللي قاعدين تويكا نعملوا فيها تويكا، واللي نظمناها عامنا والتي جي سي تونيزيان جرابلينغ تشامبيون شيب، واللي صارت عامنا في المنزه واستدعينا فيها معناها برشا دول، ثلاثه ولا اربع دول سجلوا الحضور نتاعهم عامنا، واللي كانت بطوله ناجحه جدا. ولذلك قررنا انه نعاودوا سنه ان شاء الله بطوله اخرى باش تصير ما بين تونس والحمامات، وباستدعاء معناها استدعينا فيها كندا، فرنسا، الجزائر، المغرب، تونس. هذه رياض اذا تحدثنا على رياضه الجرابلينغ. نرجع لرياضه الشوت فايتينغ. رياضه الشوت فايتينغ هي ميلونج نتاع بوكس تايلانديز، ملاكمه تايلانديه، كل ما يتعلق بضربه الساق وضربه اليد وجرابلينغ. دونك شوت فايتينغ هي بوكس تايلانديز بلس جرابلينغ، زوز ديسيبلينات في ديسيبلين واحده. سي تان ميلونج دو كومبا، سي سي نقولوا احنا سي كومبا ليبر، فوالا اللي ما يسمى توا في العالم الام ام اي. لو كنت تحكي لنا على الرياضه ذي من اطارها يعني القانوني، عندهاش اطار قانوني ينظمها؟ اللي شفتوه البارح في القاعه هي رياضه الجرابلينغ. الجرابلينغ كما قلت لك ال ديزيني اون فورم دو لوت، معناها كيف نقول لي لوت
اللوت معناها ماهيش المصارعه المتداوله اللي معروفه حاليا، هي الجوجوتسو السامبو الجيدو المصارعه بشتى انواعها، لكن القانون نتاعها يجبد ياسر السكيون ابيل توا اللي موجود في العالم كله، جوجوتسو بريزيليان ولا جوجوتسو اللي المصدر نتاعو البرازيل. الاطار القانوني اللعبة هذه هو ما ثماش سلطه، ما ثماش معناها سلطه اشراف، ما ثماش جامعه. وانا في نتذكر مليح مليح في ليزاني 94 قلتها وخرجت في دي انترفيو وكذا وخرجت في لابريس وقلت رانا راي الرياضه هذه قاعده تمشي وتتطور، وان شاء الله في المستقبل حتى لي براتيكون تاع لي ديسيبلين الاخرين راه باش يمشيو ويرجعوا الرياض الام ام اي والواحد وتو سوكي كومبا ليبر، وهذا اللي قاعد يصير توا. اللي شفناه البارح في الصاله عندي هي رياضه الجرابلينج. الجرابلينج اللي قلنا ما ثماش سلطه نتاع اشراف تغزر لها ولا تشرف عليها ولا كذا، واللي قاعد نعمل فيه الكل ولا اللي ينظم فيه من تظاهرات ولا كومبيتيسيون كذا هو راه اجتهاد شخصي، معناها قاعد نصرف عليه من جيبي وقاعد اجتهد باش نحاول نطور الرياضه هذه في تونس. ونتمنى انه وانا ما نقولش معناها ماناش باش نقولوا ان نجده يجيونا سلطه الاشراف وكذا وكذا، على خاطر الجرابلين هي نوع نتاع اليوت، دونك تنجم تكون تحت الفيدراسيون نتاع اي فيدراسيون تعنى بتو سوكي فنون الاخضاع، مانيش باش نسمي فيدراسيون معينه، لكن اي فيدراسيون تهتم بفنون الاخضاع من جيدو ولا مصارعه ولا جوجوتسو كذا نجموا احنا ننضويو تحتها، ولما لا يكون عندنا اسوسياسيون ومعناها فيدراسيون نهار اخر خاصه بنا احنا. لو كان تحكينا على اقبال الشباب على الرياضه الجديده هذه. احنا حتى لتوا قاعدين ننظموا في تربصات براتيكمون في تونس الكل، بديناها من بنزرت وصلنا حتى للجنوب القفصه. وان شاء الله في المستقبل تعمل الرياضه هذه بطريقه كبيره ياسر، على خاطر الاقبال نتاع الناس على الرياضه هذه برشا. علاش؟ على خاطر الممارسين نتاع المصارع يجيونا، الممارسين نتاع الجيدو يجينا، الممارسين نتاع الجوجوتسو يجيونا، وقاعدين التربصات هذه تكبر بشويه بشويه، وصلنا حتى استدعينا ناس من برا اختصاصيين في الرياضات هذه ورياضات اخضاع اخرى يجيونا هنا لتونس، وعملنا معاهم تربصات كبيره ياسر، وسجلنا حروف. ثم التربص من تربص يوصلوا فيه 150 و 160 واحد يحضروا، كيف نقولوا 150 و 160 واحد في تربص وحيد، معناها نتصور فيها اقبال، نتصور انا بالنسبه لي انا اقبال. التربصات اللي قاعده تصير هي براتيكمون اللي قاعد نعمل فيها انا هي سونتراليزي بور لو مومون في الحمامات، فيكو هي بلاصه توريستيك وقاعدين فرد وقت نخدموا في السبور هذا، وفرد وقت حتى لي زانفيتي اللي جينا اللي باش يجيونا من تونس ولا من برا قاعدين نسكنوا فيهم غادي في الوتله، منا نخدموا شويه توريزم، منا احنا نخدموا معاهم شويه، منا نعرفوا بالرياضه هذه الاكبر عدد ممكن من الناس، بحيث وصلنا عندنا ممثلين في الرياضه هذه وممارسين بارتو في بنزرت في سوسه في المستير في قفصه في صفاقس سي ان بو بارتو، تلقى معناها ممثلين نجموا احنا نكلموهم في كل وقت يحضروا معنا ويجيو معنا ويستدعوا اصحابهم اللي يجيو من برا ويخدموا معنا رياضه الجرابلينغ هذه. وسمعنا انه عندكم يعني مش البطوله اللي كنت يعني تحكينا عليها تو، لو كان تزيد تحكينا عليها اكثر وعلى مختلف المشاركات الوطنيه والدوليه. باهي البطوله اللي كنت نحكي عليها تو اسمها تي جي سي تونيزيان بالانجلي تونيزيان جرابلينغ تشامبيون شيب، هذه ثاني بطوله تتنظم في تونس. نظمنا تي جي سي 2011 اللي صارت في المنزه في الحي الوطني الرياضي وصارت عم ناول وكانت سجلت نجاح كبير ياسر، كويس كو جاونا مشاركين من فرنسا، جاونا مشاركين من الجزائر، جاونا مشاركين من المغرب، جاونا مشاركين من تونس، تقريبا ثم 120 مشارك في الجمله او اكثر شاركوا في البطوله هذه وعجبت الناس الكل وحظات زاد بتغطيه اعلاميه باهيه. وقلنا علاش لا، ما دام نجحت البطوله هذه يولي عنا احنا ديجا معناها وجه خاص لتونس وننظموا بطولات نتاعنا المحليه، وفي عود نخرج ونشاركوا في بطولات اجنبيه، هات نبداو احنا نطوروا الرياضه نتاعنا في تونس عن طريق بطولات كبيره كما هكا. وما يخفاش عليك راه هذا اجتهاد شخصي، كيف نقول لك اجتهاد شخصي معناها راه قاعد نصرف عليه وحدي وماهوش هذايا طلب من الناس باش يجيو يعاونونا وكذا، على قد ما هو طلب باش الناس تحل لنا البيبان باش نجموا ننشطوا بطريقه ليغال اكثر منها باش نبعدوا على المشاكل والريسك وليزاكسيدون وكذا. هذه بالنسبه لمشاركاتنا المحليه. بالنسبه للتي جي سي هذه معناها اللي باش تصير السنه ان شاء الله سجلت حضور دول اخرى، مثلا سويسرا، كندا، فرنسا، الجزائر مره اخرى، المغرب مره اخرى، موريتانيا ديجا كلموني قالوا لي رانا نحبوا نشاركوا، ثم ايكيب من موريتانيا تعمل مصارعه قالت لي نحب نشارك. بطبيعه التوانسه موجودين بكثره ويسجلوا معناها الاعداد نتاعهم ديما اكبر من الاعداد الاخرى، وان شاء الله تكون ناجحه معناها وان شاء الله تكون تمشي بالقدام بالقدام. فهمتني؟ بون بالنسبه للمشاركات الدوليه يتم هو حاليا معناها ثم دي شامبيونا برا يسيروا، هما لي شامبيونا يا اما نتاع جرابلينغ يا اما دي شامبيونا نتاع ام ام اي ولا فري فايت.
هو يتم استدعائنا، ديما يبعثونا الحق ويكلمونا، ولو خيان يكلمونا حتى بار ميل ولا بالتليفون ولا يفاكسيونا يقولون يجي وشاركوا كذا. انا واحد من الناس توصلني برشا استدعوات، لكن ديما جوريسك با اني نبعث لمثي ولا نمشي للكومبيتيسيون، نحسها ماهيش مضمونه، ماهيش مضمونه. اش معناها مش مضمونه؟ معناها مش مضمونه، هي منظمه صحيح وبعث وكذا، لكن ماهيش مضمونه على اذا باش نغدروا الاطار القانوني نتاعها، وان كان يضرب لك اتليت ولا تضرب انت، شنو هي الضمانات اللي نجموا يبعثوها؟ لذا انا ما نجمش نبعث اتليت نتاعي ولا نمشي انا في كومبيتيسيون تكون ماهيش مضمونه. بالنسبه لمشاركتي انا شويه بروفيسيونيل في شوت فايتينغ، انا محترف في رياضه شوت فايتينغ، لعبت اكثر من 60 70 كومبا حتى لتوا بالحساب نحسب فيها، فهمت؟ المقابلات المحترفه اللي لعبتها تقريبا 12 ولا 13 مقابله محترفه في رياضه القتال الحر، دونك اللي او ما يسمى بالام ام اي تويكا، وان شاء الله عندي اللعبه اللي بوتيتر بيان تكون الاخيره بعدها، هي خاطر العمر يمشي ويزيد، نجم تكون اللعبه الاخيره باش تصير ان شاء الله في برشلونه في اسبانيا، وان شاء الله بتصير في في شهر افريل 2013. هذه بالنسبه للمشاركات العالميه اللي باش نمشي لها انا. بالنسبه للزاتليت نتاعي ولا بالنسبه للتلاميذ اللي قاعدين ينشطوا في الرياضه هذه، ما نجمش نغامر بهم نبعثهم، خاطر انا ما عنديش اطار قانوني باش نبعث به ولا كذا، نحاولوا ننشطوا محليا في تونس، ونحاولوا الناس هما اللي يجيونا ويعرفوا بلادنا اكثر، ومن هنا تكون الانطلاقه ان شاء الله تبدا من تونس الانطلاقه. مشاهدين نكون وصلنا لختم حصتنا من برنامجكم الرياضي سبور بلس، نتقابل ان شاء الله في حلقات قادمه، الى اللقاء.